من تحت رمادي الفساد انتفض الشعب العراقي، هو عنوان المرحلة الحالية ونقطة لا عودة إلى زمن الخوف والركون للسلطة الحاكمة. حراك شعبي جمع بين الانتفاضة والثورة، انتفاضة في وجه النظام وثورة على الاحتلال ومفرزاته، لا استثناء لفئة ولا طائفة. الجميع في أيام تشرين وضع يده على الجرح وأدرك الدواء بعيداً عن عباءة الكتل والأحزاب وفوق اعتبارات منظومة الحكم، ولا مرجعية للمتظاهرين إلا ما يمليه عليهم ضميرهم وغيرتهم على وطنهم وغضبهم من قهر امتلأت صفحات كتابه لأكثر من 16 عاماً. المحافظات العراقية تتشابه اليوم بحراك سكانها، كما تشابهت بحال بنيتها التحتية ووجوه حاكميها. لم يبقى ميدان ولا شارع ولا بيت دون هتافات. توحد الفقراء وهم السواد الأعظم مع الأغنياء. الأكاديميون والحرفيون والمهنيون كلهم نادوا تظاهراتنا سلمية، وشهد بذلك الواقع. هل وعت الأحزاب ذلك؟ رصاص ميليشياتها يجيب، فمن اليوم الأول للانتفاضة لجأت القوات الحكومية إلى الخيار الأمني. استشهد العشرات وأصيب المئات. زادت الحكومة من القمع، فحضرت التجوال وأطلقت يد مسلحيها ليفعلوا ما بدا لهم. لكن ذلك ما زاد التظاهرات إلا زخماً. سياسة إيران استنفروا وشكلوا خلية أزمة عندما رأوا أن العراقيين مصممون على انتزاع بلدهم من أنياب المشروع الإيراني. المسألة لم تعد تقتصر على مطالب سياسية أو اقتصادية حتى تنجح محاولة الأحزاب في الالتفاف على الانتفاضة، فلا هادي العامري ومعه مقتدى الصدر أطفأ بمسرحيتهم السياسية غضب المتظاهرين، فكان الرد عليهما لا مقتدى ولا لا مقتدى ولا هادي. ما يميز انتفاضة تشرين أنها وصلت إلى مراحل متطورة، ومع ذلك لم تسمح بتعيين قادة لها خوفاً من اختطافها أو المساومة عليها، إذ أن التنسيق فيها هو تنسيق جماهيري بلا مسميات تعتمد على الفئوية الفردية والحزبية، كما أنها أسمعت صوت المتظاهرين للعالم وأفهمته أهدافها في تغيير وجه العراق الحالي جذرياً، وليس لذلك بديل عند أي متظاهر.